مسيرة لم تنتهي، مسيرة بعد طويلة من أجل تحرير كافة الأسرى والمناضلين من السجون الإسرائيلية، وأيضا تحية إلى كل أحرار العالم بما فيهم الأسرى السياسيين اللي بيطالبوا بحقوق الإنسان وبيطالبوا من أجل حرية كل إنسان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني. خففوا الضغط عنه نتفي لو سمحت، خففوا الضغط عنه نتفي لو سمحت. يعني أكبر نصر لنا الحمد لله رب العالمين، وأكبر افتخار يعني كأنه ولدنا من جديد، ونصر نصر كبير كثير لأنه تحرر جنوبنا والبقاع الغربي بفضل دماء الشهداء الطاهرين إن شاء الله. وعبال إن شاء الله نحرر مزارع شبعة ونحرر أسرانا من داخل السجون الإسرائيلية. وسع كاسة